بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب في شرح اسايمنت رقم 1 ماده النتورك سكيورتي. معاكم باشمهندس معين. طبعا زي ما انتم عارفين الاسايمنت بتاعنا بيتكون من ايه، من 4 اسئله. خلينا نبدا بالسؤال الاول على طول. بيقول لي في اول سؤال: What is the difference between a message digest and a message authentication code؟ عايزني اشرح ايه الفرق ما بين المسج دايجست والمسج اوثنتيكيشن كود. طيب المسج دايجست ده لو انتم فاكرين اللي هو عباره عن ايه، عباره عن الهاش فانكشن. طيب الهاش فانكشن ده كان وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا بتاكد من الانتجريتي بتاعه الرساله، ان انا عن طريق مثلا ان انا بدخل المسج او الرساله بتاعتي او الداتا البيانات ادخلهم على حاجه اسمها الهاش فانكشن، بيطلع لي في الاخر رقم اسمه الهاش. لو حصل اي تعديل بعد كده في الملف او في الرساله، اللي كان بيحصل الهاش كان بيتغير، فاي تغير بيحصل في الرساله الهاش بتاعه بيتغير، فبقدر اعرف ان حصل تلاعب او تعديل في الرساله دي. فالمسج دايجست بيقول لي المسج دايجست هو كريبتوغرافيك وان واي هاش فانكشن، يعني عباره عن الجوريزم كريبتوغرافيك وان واي. يعني ايه وان واي؟ يعني انا اقدر احسب الهاش بتاع الرساله، ادخل مثلا مسج واحسب لها الهاش، بس ما اقدرش من خلال الهاش بتاع الرساله ارجع واحسب منه المسج، فانا بمشي وان واي في اتجاه واحد فقط. طيب الالجوريزم بقى بتاع المسج دايجست ده بيعمل ايه؟ بيقول لي تيك المسج از ان انبوت، يعني بياخد انبوت بالنسبه له المسج او رساله، بروديوس ذا دايجست از ان اوتبوت، بيطلع لي في الاخر الدايجست او الهاش الاوتبوت. طيب بيقول لي وش ذا فيكسد سايز اوتبوت، يعني كده كده الاوتبوت بتاع فيكسد سايز بغض النظر عن الانبوت. انت دخلت لي رساله مثلا مكونه من 10 كلمات، لو انت حسبت لها الام دي 5 هاش بتاعها هيطلع 128 بت. طيب انت دخلت رساله مكونه من 100 كلمه، هيطلع الاوتبوت بتاعك 128 بت. طيب دخلت رساله مكونه من 1000 من مليون كلمه، برضو كده كده الاوتبوت هيطلع ايه، مكون من 128 بت. فالاوتبوت بتاعي بيبقى فيكسد سايز، مثلا الاس اتش اي 256 ده الجوريزم تاني انا بستخدمه علشان احسب الهاش، وفي كل الوقت بيطلع لي 256 بت. الاس اتش اي 512 في كل برضو الوقت كل المرات بيطلع لي ايه، 512 كاوتبوت. فمن اهم المميزات بتاعه الهاش فانكشن ان هو وان واي، يعني اتجاه واحد زي ما احنا قلنا، وتاني حاجه ان هو ايه، فيكسد سايز ده اوتبوت. طيب المسج دايجست او الهاش ده وظيفته ايه؟ بيقول لي انشور الداتا انتجريتي، بيتاكد لي من الانتجريتي بتاع الداتا، بيتاكد لي ان البيانات بتاعتي او الرسائل ما تمش التلاعب فيها. بيقول لي which mean it will detect if the original data is altered as the digest change if any modification occurs to the data، ان هو بيكتشف لي لو الاوريجينال داتا از altered، وكلمه altered معناها تم التلاعب فيها او تم التعديل عليها. طيب بيكتشف ازاي؟ بيقول لي الدايجست او الهاش change if any modification occurred to data، يعني لو حصل اي تغيير في الداتا اللي بيحصل ان المسج دايجست او الهاش بيتغير. طيب ودي الكومن دايجست الجوريزم، يعني اشهر الالجوريزمات المستخدمه في المسج دايجست زي الام دي 5 طبعا ده مشهور جدا، الاس اتش اي 256 والاس اتش اي 512. والجدير بالذكر برضو ان انا كل ما بكبر حجم الاوتبوت، يعني الام دي 5 بيطلع 128، ده 256، ده 512، كل ما حجم الاوتبوت بيكبر كل ما بيكون افضل ومور سكيور ويكون امن ان انا استخدمه. طيب هو قال لي هنا انا عايزك تقارن لي ما بين المسج دايجست والمسج اوثنتيكيشن كود. ايه هو بقى المسج اوثنتيكيشن كود؟ المسج اوثنتيكيشن كود برضه يا شباب لو انتم فاكرين ان انا كنت باخد المسج او الرساله بتاعتي، عندي مثلا مسج زي كده وبحسب لها الهاش بتاعها. طيب بعد ما بحسب لها الهاش كنت بعمل ايه؟ كنت باخد الهاش ده واعمل له انكريبشن باستخدام الايه؟ باستخدام سيكريت كي. طيب هدفي ان انا اعمل ايه انكريبشن باستخدام سيكريت كي؟ ليه بعمل انكريبشن للهاش؟ بحيث الشخص اللي انا هبعت له الرساله يقدر هو كمان يمشي نفس الطريقه وياخد الرساله ويحسب لها الهاش ويطبق نفس الكي ويشوف هل هيطلع نفس الناتج ولا لا. الناتج اللي بيطلع هنا بعد ما بنشفر الهاش بنسميه المسج اوثنتيكيشن كود. لو المسج اوثنتيكيشن كود اللي انا بعته تطابق مع المسج اوثنتيكيشن كود اللي الراجل حسبه الناحيه الثانيه لما استلم مني الرساله، معنى كده ايه؟ ان الرساله ما تمش التلاعب فيها اولا زي الهاش بالظبط. طيب ومعنى كده تاني حاجه ان الكي اللي انا استخدمته في التشفير نفس الكي اللي هو استخدمه الناحيه الثانيه في التشفير وهو بيحسب الماك، وطالما نفس الكي ونفس الماك معنى كده ايه؟ ان انا الشخص اللي بعت الرساله دي. فالمسج اوثنتيكيشن كود او الماك بيخلينا اتاكد من حاجه اسمها الانتجريتي وكمان حاجه اسمها الاوثنتيكيتي، ان انا اتاكد ان الرساله دي جايه لي من مصدر موثوق، لان الرساله دي لو جايه لي من مصدر غير موثوق من شخص مختلف ايه اللي هيحصل؟ الماك هيطلع مختلف لان الشخص مش هيكون معاه الكي او المفتاح. فكل الفرق ما بين المسج اوثنتيكيشن كود والمسج دايجست ان انا في المسج اوثنتيكيشن كود بعمل انكريبشن باستخدام السيمتريك الجوريزم اللي هو بيستخدم نفس المفتاح للتشفير ونفس التشفير، وبشفر الهاش، والناتج اللي بيطلع في الاخر الماك بيحافظ لي على حاجتين. في المسج دايجست كان بيحافظ على الانتجريتي فقط، اما في المسج اوثنتيكيشن كود انا بحافظ على الانتجريتي وعلى الاوثنتيكيتي. طيب بيقول لي اماك فاليو دريفت
فروم بوث اوريجينال مسج اند سيكريت كي. يعني الماك ده انا باخد الاوريجينال مسج وبرده السيكريت كي، الاثنين بيدخلوا في العمليه بتاعه الماك يوزنج كريبتوغرافيك الجوريزم يوزوالي هاش فانكشن، باستخدام بقى ايه كريبتوغرافيك الجوريزم زي كده زي الالجوريزم بتاع الهاش، بحسب مثلا الهاش بتاع الرساله واشفرها بعد كده بالكي. طيب بيقول انلايك المسج دايجست المسج اوثنتيكيشن كود بروفايد بوث انتجريتي اند اوثنتيكيتي، يعني بعكس المسج دايجست المسج اوثنتيكيشن كود بيوفر لي حاجتين الانتجريتي بتاع الرساله والاوثنتيكيتي بتاع الرساله. بيقول لي ويتش انشور ذا داتا هاز نوت بين الترد اند انشور ايه ات كام فروم اوثنتيك سورس، اتاكد ان البيانات بتاعتي ما تمش التلاعب فيها وكمان جايه لي من مصدر موثوق. واشهر الالجوريزمز الخاصه بالمسج اوثنتيكيشن كود هو الجوريزم الاتش ماك. طيب دي كده اجابه اول سؤال. تاني سؤال بيقول لي ايه، بيقول لي انا عايزك تعمل لي كومبير او تقارن لي ما بين السيمتريك والاسيمتريك انكريبشن، ما بين التشفير المتناظر وما بين التشفير غير المتناظر، ومديني شويه اسبيكتس او نقاط ان انا اقارن من خلالها. مثلا الكي يوسج الكي في السيمتريك عامل ازاي والكي في الاسيمتريك، السبيد او سرعه كل واحد انهي الاسرع انهي الابطا، الكي ديستريبيوشن ازاي انا بقدر اتبادل الكيز، اليوز كيس ده استخدامه في ايه وده استخدامه في ايه. طيب اول حاجه من ناحيه الكي السيمتريك، احنا عارفين السيمتريك اللي هو التشفير المتناظر بيستخدم ايه، بيقول لي يوز السيم بري شيرد كي فور انكريبشن اند ديكريبشن بروسيس، بستخدم نفس المفتاح او نفس الكي في عمليه التشفير وفك التشفير. والكي في حاله السيمتريك انا بسميه بري شيرد. ليه بري شيرد؟ لان الطرفين اللي بيتكلموا لازم قبل ما يبداوا يتواصلوا، كلمه بري معناها قبل التواصل، لازم قبل ما يبداوا يتواصلوا يعملوا ايه، يعملوا شيرنج للكي الاول. لان انا لو بعت رساله مشفره، لو ايه بعت رساله مشفره لبي، طيب وبي معوش المفتاح ايه اللي هيحصل؟ بي مش هيعرف يفك التشفير، فلازم الاول قبل ما يبداوا ان هم يتواصلوا يعملوا بري شير للكي. فبيقول ان المفتاح ده انا ممكن اسميه الايه البري شيرد كي. طيب فالسيمتريك انكريبشن بيستخدم نفس المفتاح في التشفير وفك التشفير. طيب التشفير غير المتناظر او الاسيمتريك بيقول لي يوزز تو كي فور انكريبشن اند ديكريبشن بروسيس، بيستخدم مفتاحين، البرايفت كي ده انا بستخدمه للديكريبشن لفك التشفير، والبابليك كي ده المفتاح اللي انا بستخدمه في الايه في التشفير. فانا في الاسيمتريك عندي مفتاحين، سميت واحد فيهم البابليك وسميت الثاني البرايفت، والبابليك بستخدمه للتشفير للانكريبشن والبرايفت بستخدمه الايه لفك التشفير. طيب هو قال لي قارن لي كمان من ناحيه السرعه انهي الاسرع وانهي الابطا. طبعا السيمتريك انكريبشن فاستر، بيقول لي يوز سيمبل ماثيماتيكال اوبريشن، بيستخدم عمليات رياضيه بسيطه جدا علشان يقدر ان هو يشفر البيانات. طيب الاسيمتريك انكريبشن لا، بيقول لي سلوور due to complex mathematical operation like prime factorization. طبعا الاسيمتريك اصعب. ليه الاسيمتريك انكريبشن اصعب؟ لان انا في الار اس اي او في الاسيمتريك انا عشان اشفر لازم اختار بقى رقمين برايم نمبر، وراح اجيب مثلا احسب الان والاويلر زي ما احنا اتكلمنا، وراح اختار الاي وقلنا ان الاي ده لازم يكون كو برايم مع الاويلر، فبلف لفه كبيره وكلها بتتكلم عن الايه عن البرايم نمبر او البرايم فاكتورايزيشن، فكلها عمليات كومبلكس بتبقى صعبه شويه على جهاز الكمبيوتر او على البروسيسور ان هو يحلها. فالاسيمتريك عامه بتكون ابطا شويه في ايه في التشفير وفي فك التشفير. طيب في الكي ديستريبيوشن، طبعا الكي ديستريبيوشن دي نقطه قوه بالنسبه للاسيمتريك. الاسيمتريك احنا قلنا ان هو ابطا، ولكن من ناحيه الكي ديستريبيوشن هو الافضل. يعني ايه كي ديستريبيوشن؟ يعني توزيع الكيز. مثلا عندي طرفين عايزين يتكلموا زي كده، لو بيتكلموا بالسيمتريك لازم قبل ما يبداوا يتكلموا يحصل ايه، يعملوا تبادل او شيرنج للكي. فبيقول لي ريكواير سكيور مين اند سبيشال الجوريزم تو شير ذا كي بتوين سندر اند ريسيفر لايك ديفي هيلمان الجوريزم، يعني بتحتاج لالجوريزمات مخصوصه قبل ما ابدا الطرفين دول يتواصلوا ان هم يعملوا ايه سند ويبعتوا لبعض الكي ما بين السندر وما بين الريسيفر، يقدروا يعملوا شيرنج للكي. طيب في الاسيمتريك لا، في الاسيمتريك انا ما عنديش الكلام ده، انا عندي حاجه اسمها البابليك كي، بيقول لي كان بي شيرد اوبنلي، يعني البابليك كي ده اللي هو بيشفر انا بنشره لكل الناس، اي حد عايز البابليك كي بتاعي يا جماعه وعايز يتواصل معاه اتفضل على طبق من ذهب البابليك كي بتاعي اهو. طيب بيقول لي ويز نو سكيورتي كونسيرن، يعني انا بنشر البابليك كي على مستوى العالم ومن غير ما اخاف على السكيورتي بتاعتي. ليه؟ لان البابليك كي ده ماكسيمم او اقصى حاجه ممكن يعملها ايه؟ يشفر بيها الرسائل. فلو الهاكر حصل على البابليك كي طب ما يحصل عليه، هو هيعمل ايه بيه؟ يعني هيشفر رسائل؟ طب ما يشفر رسائل ويبعتها لي، انما مش هيقدر يفك تشفير الرسائل بيها. طيب بيقول لي بس البرايفت كي ايه؟ بات برايفت كي ماست بي كيب سكيور، هو اللي لازم ان انا يعني اكيب سكيور او ان انا احتفظ بيه بشكل سكيور يعني او بشكل امن. طيب اليوز كيسز او استخدامات كل واحد فيهم ايه؟ السيمتريك انكريبشن زي ما قلنا هو فاستر اسرع بكتير، فانا ممكن استخدمه. بيقول لي سيوتابل فور انكريبتنج لارج اماونت اوف داتا لايك الديسك انكريبشن. في طبعا تقنيه موجوده في مايكروسوفت ويندوز اسمها البيت لوكر. البيت لوكر دي انت ممكن تيجي هنا كده مثلا على اي ديسك من الديسكس بتاعتك دي، وتيجي هنا على بروبرتيز وهتلاقي في قسم السكيورتي في ان انت تعمل ايه، تعمل انكريبشن او تشفير للهارد ديسك كله.
فانت هتعمل انكريبشن لكام؟ مثلا في الحاله بتاعتي هنا 256 جيجا هعمل لهم انكريبشن، وفي الناحيه الثانيه تيرا 1000 جيجا هعمل لها انكريبشن. فطبعا كم كبير جدا. لو انا قعدت اعمل لهم انكريبشن بالاسيمتريك، الاسيمتريك سلور بطيء، ايه اللي هيحصل؟ ممكن استنى جنبه ايام وسنين على ما يخلص بقى الانكريبشن بتاعه، طبعا مش سنين، ممكن تقعد ايام يعني. طيب فدي طبعا وقت كبير جدا. فالسيمتريك انكريبشن انسب حاجه ليه انكريبتنج اللارج اماونت اوف داتا، لان هو الاسرع بكتير زي الاي اس كده. طيب وطبعا انت لو بتشفر بيانات بتاع على الجهاز عندك، انت مش محتاج تعمل ايه؟ كي اكس تشينج، مش محتاج ان انت تتبادل الكي. فطبعا انسب حاجه بالنسبه لك لو انت هتشفر البيانات ان انت تاخد السيمتريك انكريبشن بامتياز. طيب اما في الاسيمتريك انكريبشن، لا، في الاسيمتريك انكريبشن احنا بنحتاج نتبادل الكي. فبدل ما استخدم السيمتريك اللي هو بيحتاج لالجوريزم مخصوص عشان اتبادل الكي ومش عارف ايه، لا، ما استخدم الايه؟ الاسيمتريك. انت مثلا بتتواصل مع واحد صاحبك على الواتساب، الواتساب بقى بدل ما يقعد يستخدم بقى الجوريزمات وديفي هيلمان ومش عارف ايه وبتاع، لا، بيعمل لك انكريبشن باستخدام الاسيمتريك زي الجوريزم الار اس اي المستخدم في الواتساب وفي التليجرام وكل الابلكيشنز دي. فبيقول يوز فور سكيورنج سمول داتا، البيانات الصغيره، لايك الاكسشينج اوف مسج، انت بتتبادل الرسائل، ممكن زي الديجيتال سيجنتشر تستخدمه في البصمه الالكترونيه. فكل دي اليوز كيسز او الاستخدامات بتاعت الايه؟ بتاعت الاسيمتريك انكريبشن. طيب السؤال الثالث بيقول لي وات از ذا رول اوف كي ديستريبيوشن سنتر الكي دي سي، then describe the steps involved in key process authentication process in your words. طيب عايز نشرح يعني ايه كي دي سي، وعايز نشرح الكي بروسس اوثنتيكيشن بروسس. طيب واحده واحده بقى كده معايا. اول حاجه يعني ايه الكي دي سي؟ احنا قلنا في السيمتريك انكريبشن قبل ما اي طرفين يبداوا يتواصلوا محتاجين يبعتوا لبعض الكي. مثلا عندي طرف زي كده وليكن A، طيب وعندي الناحيه الثانيه B، قبل ما A يبدا يكلم B هيبعت له ايه الاول؟ هيبعت له المفتاح او الكي. طيب مش ممكن يكون في هاكر من البدايه خالص قاعد بيتجسس في النص على الكونكشن اللي ما بينهم ويحصل هو كمان على الكي؟ فانا ما ينفعش ابعت الكي بالطريقه دي. طيب بنعمل ايه؟ بنروح نندي على حاجه اسمها الكي ديستريبيوشن سنتر. الكي ديستريبيوشن سنتر بيبقى سيرفر بسيط مثلا ممكن نرسمه تحت زي كده، بنسميه الكي دي سي. طيب الكي دي سي بقى وظيفته ايه؟ ايه عايز يكلم بيه؟ يروح يكلم الاول الكي دي سي يقول له بعد اذنك انا عايز اكلم بيه، يقوم الكي دي سي يروح يبعت لبي المفتاح ويروح يبعت لايه المفتاح؟ يبعت له الكي ويبعت كمان لايه؟ لبي الكي. فلو في هاكر في النص بيتجسس على الكونكشن اللي ما بين اي وبي، ايه ما بعتش الكي لبي؟ مين اللي بعته له؟ الكي دي سي. فالهاكر ده مش هيقدر يحصل على الكي لان اي وبي ما تبادلوش اصلا الكي. فدي وظيفه الكي ديستريبيوشن سنتر او الكي دي سي. بيقول لي ريسبونسبل فور سكيورلي ديستريبيوتنج الكريبتوجرافيك كي، ان انا اوزع مفاتيح التشفير بشكل ايه؟ سكيور او امن ان نتورك. And it authenticates user and service provide session keys to allow them to communicate securely، يعني بيوزع عليهم مفاتيح السيشنز او مفاتيح لإقدار ان هم يتواصلوا بيها بشكل سكيورلي ويقدروا ان هم ايه يتكلموا بيه السيمتريك انكريبشن. طيب ايه هو بقى الكيربروس؟ الكيربروس كان authentication service لو انتوا فاكرين معايا. وطبعا كلمه كيربروس ده زي ما قلنا هو وحش اسطوري، وحش عند الاغريق زمان كان كلب اسطوري بثلاث رؤوس. طيب هما لما جم اخترعوا البروتوكول ده ليه اختاروا كيربروس وليه اختاروا الوحش الاسطوري ده؟ لان الكيربروس بيعمل عمليه الاثنتيكيشن على ثلاث سيرفرات قبل ما تبدا تكلم السيرفر اللي انت عايز تتواصل معاه. عندي مثلا واحد زي كده كلاينت زي كده اللي هو ايه؟ عايز يتواصل مع السيرفر اللي هو الاس الموجود هنا ده. قبل ما يبدا يتواصل معاه هيعدي الاول على حاجه في النص اسمها الكي دي سي، والكي دي سي بتحتوي على حاجتين، بتحتوي على حاجه اسمها الاثنتيكيشن سيرفر، بتحتوي على حاجه اسمها التيكت جرانتنج سيرفر. فقبل ما ايه مثلا عايز يدخل على الموقع بتاع السيرفر ده او عايز يفتح السيرفر ياخد من عليه بيانات او اي حاجه، قبل ما ايه يروح يتواصل مع السيرفر، ايه محتاج الاول يروح يتواصل مع الاوثنتيكيشن سيرفر، بعد كده يتواصل مع التيكت جرانتنج سيرفر، بعد كده يرجع يتواصل مع السيرفر اللي في الاخر. عشان كده سموها كيربروس او سموا الطريقه دي الكيربروس، لان الكيربروس ده زي ما قلنا اسم وحش اسطوري بثلاث رؤوس. فهم لما لقوا ان في ثلاث سيرفرات داخله في الموضوع قال لك نسميها ايه؟ كيربروس. طيب عمليه الاوثنتيكيشن في الكيربروس بقى بتتم ازاي؟